هاي جايز كيفكن؟ بعرف انه صار لي تقريبا شهر او شهر بشوي ماني منزلي فيديوهات وانا كثير اسفه لهذا السبب، بس ان شاء الله ان شاء الله رجعت لكم فيديوهات كثير حلوه عن قريب. وقبل ما بلش كمان رجعت لكم بشيء كثير حلو مع هواوي اب جاليري، حابه احكي لكم شوي عن الموضوع. ف متاخر بالبلوج شوي بس عن جد شيء كثير ورث ات وما بيتفوت، فخليني احكي لكم عن الموضوع اكثر. اول شيء قبل ما احكي عن هواوي اب جاليري رح احط لكم اللينك في صندوق الوصف، لانه انا متاكده 100% بعد ما احكي عنه انتم حتحبوا تروحوا تحملوه، فانا ححطه من هلا، حقلكم من هلا نزلوه بعدين تسمعوا اللي حاحكيه. وهو مش بس للهواوي، هو لكل الاندرويد ديفايسز. طبعا هواوي اب جاليري عندهم عروض كتير ببلشوا من $100 ل $5000، متخيلين؟ ومش بس هيك، عروض عيد الاضحى لهلا بعدها متوفره وحتضل متوفره ل 8 الشهر. هلا حقوا حالكم صراحه، وهلا حاحكي لكم اكثر عن العروض اللي متوفره عندهم بشكل عام. اول شيء انتم لما تشتروا من الاب جاليري يعني بتجمعوا فيه كوينز ومجوهرات، فتخيلوا انه بهول كوينز ومجوهرات فيكم تربحوا تليفون او ساعه من هواوي. كل ما تشتروا من اب جاليري نفسه بتجمعوا المجوهرات مثل ما قلت لكم، هول المجوهرات بعدين بتحولوا مثل لقسايم، فيكم تروحوا على متجر هواوي نفسه تشتروا منه. وتخيلوا انه هيدا مش احلى شيء، بعد حالكم شيء احلى. اول 5 اشخاص من متابعين اللي بيبعتوا لي انهم اشتروا من هواوي اب جاليري ان شاء الله بنص دولار دولار دولارين، حي الله مبلغ، حابعت لكم كود على الخاص، هالكود بيكون بس لكم، تخيلوا حابعت لكم اياه على الخاص وبيطلع لكم $10 للاب، وانتم فيكم تعملوا فيه اللي بدكم اياه. فصراحه تخيلوا تشتروا بنص دولار او دولار وانا اعطيكم يعني كود $10، وانتم بتبعتوا لي على الخاص على الانستغرام، انستغرامي على الشاشه بصندوق الوصف، وانا ببعت لكم الكود اللي لكم. فصراحه شيء كثير بحمس، وكمان هيدا غير العروض اللي هن عندهم بالاب، ف لحقوا حالكم عليهم. يلا نبلش. طب اخذ هاي جايز بدنا نقول لهم اور بلان فور ذا ويك فور ذا ويك هاي جايز فور ذا ويك باختصار شالي. هلو جايز كيفكم؟ نحن هلا عم نعمل لمسة الاخيره، عم نضبطب اغراضنا لانه رايحين وين؟ شالي. هعملكم فلوج انه الاسبوع تبعنا، او انه فهمتوا قصدي ايه. المهم هلا عم نضبطب اغراضنا بس نصير بسياره بشوفكم. This is my twin فرح. هاي تخيل اللي بعد ما بيعرف مني بفكروا انت وين توين. هيدي فرح توين. كم فرح توين؟ هيدي هاي فرح، هيدي فرح، هي رهف، هي انا. كان الساعه هلا 9 الا 3 ونحن هلا ماشيين فلبينا اغراضنا. ياك جايز هلا وصلنا. اند عم نحط اغراضنا، عم نحط اغراضنا بالاوضه لان احنا حناخذ اوضه لنا شويه. هلا حننزل تحت. ما بدي، ما بتقولي لي جيب شيء. قالت لي اني ما عجبك شيء. لا امبارح كم اوتفيت طلعنا؟ امبارح كم اوتفيت طلعنا؟ جايز هلا عم نلبس بيجامات، اوكي ما حدا لبس بيجامه غير بس يعني المهم جايز هلا شو رح نعمل؟ بس رح نقعد نحضر مسلسل اور لايك. اذا جانا بعد شوي باخذكم معنا لتحت شوف شو بناكل، لانه نحن كل فلوج شاليه بس اكل، كلنا بننزل وبناكل بهالوقت. جايز الساعة 3 ونحن نازلين ناكل، كل حدا نايم لتشيلي، لتشيلي عن جد كل حدا نايم لتشيلي. اوكي جد عم تلبس حلقة، حذروها يا جماعة، دونت هيت اون اس عشان هي مش عم تصور. في هون بيتزا لحم عجين. انا باخذ بس فاز قطعه اصلا.
خلاص خلص يلا خلصنا اكل. بس يا جماعة ترى في يا ساتر شيرين هيدا مش كريم هيدا او ماي جاد. انا فرحانة هلا احنا شو اسم المسلسل اللي عم نحضره؟ حنحضر حب منطق انتقام بس لكل ربع ساعة بعدين حنام لانه الساعة 4:10. جود نايت بشوفكم بس في هاي جايز صباح الخير الساعة 11 احنا هلا فقنا. ايه؟ على فكرة في مغسل هي هاي كانت قد الساعة؟ أدوني نحن لح نروح نسبح لبسنا يمكن صارت شي 1:30 لبسنا أور كبر أبسو هيك فوق المايو هلو جايز الساعة هلا 5 بالضبط وهلا حنروح نتغدى برجرز وفرايز وهيك سو يا وبعد شوي يمكن نرجع نصبح فما تحممنا بعد حنشوف اذا قلنا خلق الساعة هلا 7 هي تحممت بعد ما تحممت مين هاي؟ جوليا وهاي جوليا قلت انها هلا تحممت وحا جدل شعري بحس وبعدين ما بعرف شو حنعمل يعني حشوف تحت لو حروح على مكان او حيتعشوا شيء وهيك حشوف او يعني حاخدكم معي نو عندي واحد اثنين في اكونت فاين سمايل داليا كاي داليا عم تعمل لي شعري كاي عملت شعري وهلا حنروح على بيك كيف طيب؟ بعد ما دقتهم I need shy Hi guys هلا تنتين ربع اجت بعد في وحدة I told you leave the skin care بالحمام ilk defa bu kadar kalabalık gördük burayı olsun yine de bana teşekkür etmene gerek yok kabul et sen yeter أكاد الساعة 3:10 أليسان كل يوم بالليل بصير معها موضوع هلا حنام وحنشوفكم بس نفيق الصبح يا جود نايت داليا سي هاي هاي ليه؟ أنا جاهزة ناخد صور ماما ليكش عجوز يا مصرد This is come. OOTD. Our outfit. Her outfit. Their outfit. Papa. Your outfit. Cece's outfit. My outfit, join again. Look at her outfit. Barbie. Barbie. Foggy. Guys, I'm أوفو سي هاي بس يعني كتير من هذا
كتير يعني. هاي جايز، احنا هلا خلصنا نتصور، اللوسة اجت كمان. اللوسة هاي جايز، عم نلبس سمسوت عشان حننزل نسبح، فأي شي حصوره حيكون من تليفوني، ما حننزل الكاميرا لتحت. وبس بشوفكم بعد شوي. بس حاولت تضبط الموضوع عن سمحت. شو موضوع شو؟ جايز رحيلي ليكو الفاملي يا عاد يا عمي تحممنا. We're going to Starbucks. Yeah. صوروا جوزي. Hi guys. جابوا الاوردرز عميد خانة. طبعا عم بشرب. امي طب انت ليش تسوين لويا؟ امي يلا عم بيصور. عم يتصوروا. لا عملي ستريت ستريت. هاي جايز، احنا رجعنا. جابوا لي حليب، جابوا الاوردر. يا جايز اليوم قررنا ما حننام بالاوضه، ما ننام بالغرفه، ما ننام بالصالون. وهلا سيسي حتروح تعمل لي شاي. رح نقول قصة حياتي. ايه هي حد ما قلت لها ما تقول قصة حياتي، لانه هي كثير بتحكي لما تصور لي. بس هلا حتعمل لي شاي. روحي سيبي. هذي هان. Have a say hi. Our personal chef. Our personal chef. Yeah. Guys, هلا كلنا حننام الساعة. الساعة هلا 3:30. Hello guys. نحن هلا عم ناكل فتي. Amazing. Cookie. Don't be sad. Hi guys. نحن خلصنا اكل فتي. Are we gonna do? We're gonna اسبح. Me and her are set. Set. صح يوسف؟ ليك عم يعمل هون؟ نحن تحممنا. اهلا بنتحمم. نحن تحممنا. And we are مريضين. يا بدك تكبري معي؟ لا لا. يا طلبنا اكل. Guys, look! Alusa! Happy Alusa! Hi, mustard. Hi. قولي هاي. عم نحضر انا وجودي مسلسل بعدين حننام. ايه Good night. Good night. I'm saying good night to my vlog. Good night vlog. Guys, احنا لفقنا بس هيدي بعد نايمة. ما هنزل لتحت. فهم كتير تعبانة. هنزل لتحت اشوف شو عم يعملوا. Say hi to my vlog. خدي المسمار.
فافا سمايل. اوكي جايز هلا عم نتروق بانكيك.